بنك مصر يقدم عشان خاطر معاشك. جده عادل كل شهر بيعمل نفس المشاوير، يعدي على البنك يقبض المعاش ويدفع الفواتير، وبيوصل البنك بعد المشاوير وبيكون هلكان. من فضلك ده مكان. وبيلاقي قدامه طابور طويل مليان زنقة وزحمة وأوقات مطر. الوقفة دي على اللي في سنه خطر. قفلنا يا أستاذ. قرر جده عادل يسهل الحكاية، يروح بنك مصر يطلع كارت معاش ويستفيد بالمزايا. وقبل ما يعدي معاد المعاش اللي جاي عملوا له الكارت وعرفوه يستخدمه ازاي. بقى يسحب رقمه السري معاشه بكل بساطة ويشتري طلباته بالكارت، وعزم أصحابه على شوكولاتة. وهو ده العادي من بنك مصر. بنك مصر، عرض لازم تقبله.